لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه سُبْحَانَ اللَّهِ
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا حبيبي يا حبيبي الله أكبر تحية النبي تاني صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لا ما ينفعش انت عارف يا مولانا ما ينفعش معنا عشان بس التسويق الله يبارك فيك عشان التسويق بس مش هينفع مش هينفع اعمل ايه بقى همشي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سيدنا الله يرحمه
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي